خربتها سين سين، رقعتها سين سين، جمعتها سين سين. إذا كانت السياسة فن الممكن، فالفن سياسة الإبداع. ريمون صليبا مين ما بيعرفه، ممثل كوميدي من الطراز الرفيع. إلي خياط فارس من الفرسين الأربعة، مين ما بيعرف مختار الصيفي. ما تردد ريمون صليبا وإلي خياط عن خوض المعركة البلدية والاختيارية، كل واحد بمنطقته. صليبا صار عضو بلدي مشهور بسن الفيل، وخياط مختار الصيفي المشهور رجع مختار من دون ما يترجل عن فرس فرسين الأربعة. صليبا وخياط كان عندهم الجرأة الكافية لإعلان انتمائهم السياسي وخوض معركة سياسية شرسة بامتياز. فهل مقبول إنه الفنان يعلن انتمائه السياسي ببلد مسيس للعظم؟ وشو بنعمل بالجمهور الحبيب؟ أول شيء أنا فنان وكوميدي وكل الناس بتحبني وبحضر الناس تحبني. الظرف إنه مكتب القوات بسن الفيل رشح شيء أربع أعضاء لانتخابات البلدية وأنا واحد منهم. كانت إذا بدك هيك سسبنس، بخسر بربح، هي الخسارة بشعة يعني. إنه أنا كنت حاطط براسي الربح، واللائحة اللي كنا نازلين فيها نحنا يعني إذا بدك هي اسمها سن الفيل نحو الأفضل، لائحة توافقية. أنا ما عندي طموح سياسي، أنا بنتمي لجماعة سياسية، بس أنا عندي طموح سياسي؟ لا، ما عندي طموح سياسي. بيروت جبرونا نفوت بمعمعة ما لازم نفوت فيها، خاصة كان خطير لأنه الشغل بدك تشتغليه، بدك تخدم الناس، تخدم كل الناس، ما راح نخدم فئة وفئة لا يعني. بس أنه مضطرين لإشي فتنا فيها أنه نكمل هدي، بس محبة الناس تبع محبة الناس، ومشان هيك نرجع نطلع عم خطير يعني. وأنا حقيقة بوجه شكري الكبير لكل الناس اللي وقفوا حدنا والناس اللي صوتوا معنا وضدنا. المختار هي خدمات، نرجع منقول هلأ كان في مختار يبقى يمكن شوي عنده وجهة سياسية، وجهة نظر سياسية، مثل ما كل اللبنانيين عندهم نظرة بالسياسة، ولكن الفرسين الأربعة هي فن. إيه في إذا بدك هاي بميل وهاي بميل، بس ما خاص هاي بهاي لأنه أنا ما بخلط الأشياء ببعضها. الوقت اللي لازم يكون مختار يكون مختار، الوقت اللي لازم يكون فنان فنان. محلول الإنسان يكون ممحي يعني، إنه أنا كرمال ما حدا يزعل مني إنه أنا ما قلي رأي. لا، أنا قلي رأي، أنا مثلي مثلك يعني. كيف أنت قلك رأي؟ كيف تسمح لحالك إنه يكون عندك رأي وأنا ما بتسمح لي إنه يكون عندي رأي؟ لا، ما حدا بيسمح للتاني، كل واحد حر بحاله، مثل ما هديك حر أنا حر، بس ما حلو يكون فئوي. ما بتهم ريمون صليبا زواري بالسياسة، وما إله علاقة بالسياسيين إلا من خلال مسرحياته. وبيقول إنه كل عمره قوات، وبطرافته المعهودة بس تسألوا عن انتماءات أهل البيت بيقول مشكلين قوات وقوات. ولو أنا سموني القوات يعني عالترشيح، كل مطلوب كون كذاب يعني انه كذب على الناس. انا والله ماني مع حدا، انا لكل اصحابي وكل اللي بحبه هي فلان ليش بدي يكون كذاب؟ الناس ما بتحب الكذاب، الناس بتحب الصدق. وانا زلمي صادق صادق مع حالي ومع الناس، انه ليه بدي اتخبى ورا اصبعي يعني؟ ما بعرف. انت برايك بلبنان في حدا منه مسيس؟ ليه ما بدي يكون وفي لهالناس اللي ماتت واحترق سلافة واللي انصابت وصار فيها إعاقة تنحنا بقينا؟ ليه بدي اتنكر لهالشي؟ أنا كل واحد حر بانتمائه السياسي، نحن بلد ديمقراطي حر، أنا كيف بدي أفكر؟ أنا مش حر وقت اللي بكون عم بمثل شي سبه، عم بمثل شي انتقد وجرح، هون أكيد مني حر. أنا بحمل جميلة لشباب القوات اللبنانية، عنا هالست سنين من بين يا منكون مشطين بيرجع بيدخمونا ست سنين تانية، يا أما بيقولونا سربوا على البيت. لا، نحن منوعين بالبيت يعني، في قوات وفي قوات. أما مطرب المخترة إلي خياط تعود على المخترة
لأن برغم أنه عمره ما تجاوز الأربعين فهو مختار من 12 سنة، وبيقول أنه مختار للي ما انتخبه قبل يلي انتخبه. يعني أنا حتى أخصامي اللي كانوا نازلين بالمخترة صدقيني إجاني تليفون منهم بآخر الليل قالي نحن عائلة شديد، عبصمي نحن عائلة شديد، بدنا نهنيك لأنك أنت طيب ولأنك كذا كذا وكذا. وأنا بهني هيك ناس موجودين عنا بالصيفة، لأنه هيدي الصيفة هيدي أخلاق الناس بالصيفة، نحن سلمنا على بعضنا نحن والأخصام، ما صار ولا شريعة بين بعضنا ولا شريعة ولا شيء، كنا كل وقت عم نضحك مع بعضنا ونحن ومشيين عم نتقشع مع بعضنا وصحتين عالبه اللي بيربح. بطمح انه يكون عندي بصمة بالحياة، ان كان سياسية او فنية او بحياة الاجتماعية، عشان هيك دايما بضل عندك طموح ودايما بضل عندك نظرة لأبعد. ما بهمني المنصب قد ما بهمني شو افعل انا، لانه برجع ما بعرف بأي محطة قلتها انا او اي ساعة قلت انه مش الكرسي هي اللي بتصنع البني ادم، الانسان هو اللي بيعمل مركز وهو بيصنع المكان تبعه والمركز تبعه. ريمون صليبة وإلي خياط مثل ما بننطرهم على المسرح وبالضحكة والغنية، كمان المجلس البلدي بسند الفيل ومخترت الصيفي بانتظارهم نكهة لذيذة إضافية ونغمة جديدة، هي نغمة فنانين ملتزمين بناسهم وبقضيتهم وبفنن النبي. الشعب غير ما في شرعي، حاجخنا ابيك في لعب خرطوها الجمهوري، ما حدا شرعي غير الشعب غير ما في شرعي، حاجخنا ابيك في لعب خرطوها الجمهوري. وحكمتوا بلاد وانتوا لاد وما عرفتوا حكمتوا البلاد، حلقتوا مسين العيبات وهجرتوا اللبناني، ما حدا شرعي غير الشعب.